أنا الأستاذ كايد نصيرات من المملكة الأردنية الهاشمية، عضو في منظمة العفو الدولية، مدرب تنمية بشرية وناشط اجتماعي. من خلال المواقع الإلكترونية تعرفت إلى الدكتورة هناء الشلول في المنحة بشرية من أجل السلام في كندا. من خلال هذه المنصة الإلكترونية والمنصات السابقة استطعت تعزيز وتنمية مهارات ومعرفة طبيعة هذه المنحة، ولأنني معلم أستطيع نقل وغرس كل مبادئ حقوق الإنسان وإعلانها ومفاهيمها لدى الطلبة للعمل على نشرها وتوسعة مظلتها. فالإنسانية حب وإخاء، بذل وعطاء، لا تعرف حدود ولا يحددها زمان أصلها القلب وثمرتها الحب، ونشرها واج على كل من في قلبه معنى للإنسانية وحبا للحياة. شكرا دكتورة هناء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أحمد جهاد عبد الله أبو رحمة من فلسطين قطاع غزة، مدير مكتب منظمة الحياة الإغاثة والتنمية في قطاع غزة، سفير سلام لدى المؤسسة الدولية للصداقة والسلام بين الشعوب، عضو عام بالمركز المصري للسلام العالمي وحقوق الإنسان، وعضو في البرلمان الدولي لعلماء التنمية البشرية. بداية أشكر الله عز وجل على نعمته العظيمة والآلات الجسيمة، وأشكره لأنه سخر لنا تقنية التعليم عن بعد ويسر لنا الحضور والاستفادة. كما أشكر مؤسسة البشرية من أجل السلام كندا ممثلة بالدكتور محمد جمال الشريف، والشكر لقائدة الدورة الدكتورة هناء الشلول لجهودها الحثيثة لإنجاح هذه الدورة القيمة والرائعة وتفاعلها وعطائها اللامحدود واهتمامها ومتابعتها المستمرة للمشاركين في الدورة. كما تقدم جزيل الشكر على قبولنا منحة مؤسسة البشرية من أجل السلام خلال التعليم عن بعد، وطرح مساقات هادفة مثل أساسيات ومفاهيم السلام الدولي، حقوق الإنسان، حقوق المرأة، حقوق الطفل، الصحافة، حرية التعبير، وإعداد مدربين، والقدسوية العربية، حيث تم اختيار مساق أساسيات مفاهيم السلام الدولي لنشر رسالة السلام وتعزيز المفاهيم الدولية بين الشعوب ولتحقيق الرؤى الواضحة من كافة دول العالم ليكون الانخراط السلمي من أجل مبادئ السلام العالمي هو الهدف الأسمى في ظل ما يموج به العالم الآن من اضطرابات وتوترات عنيفة تبرز الحاجة إلى دراسة العلاقات المختلفة بين دول العالم من منظور الحرب والسلام، لأن السلام هو الذي يمنح المجتمعات استقرارا اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا. تمنياتي لكم دوام التوفيق والنجاح المستمر، وإلى لقاء يجمعنا بدورات أخرى بإذن الله مع فائق احترامي وتقديري لكم. تحياتي لكم. السلام عليكم، معكم المختار الشيخ، مدرس وممثل مسرحي وكاتب قصص أطفال من موريتانيا. تجربتي في المنحة كانت تجربة عظيمة بالنسبة لي، والتي ساهمت في إيجاد جو دراسي مختلف عن المعتاد، وجعلتني أتعرف على مفاهيم جديدة وأتطرق للصحافة والإعلام عن قرب، وعن أهمية السلام وتعميقه في نفوسنا ونفوس من حولنا، وعن القوانين الدولية وغيرها. كان تعاون الدكتورة هناء واضحا منذ البداية ورحبة، تستمع للكل وتنصح وتفيد، كما وكانت تجيب بتلقائية على كل ما يخص المنحة دون تكلف، فشكرا جزيلا لها على كل ما قدمته لنا من خلال هذه المنحة، والشكر موصول للدكتور جمال وكل القائمين على المنحة والمؤسسة بشكل عام، وشكرا. مرحبا، أنا رزان المؤمني من الأردن، درست إذاعة وتلفزيون، حاليا أعمل كصحفية في بلادي الأردن في المرتبة 95 في مؤشر السلام العالمي لعام 2017. بشكر مؤسسة البشرية من أجل السلام مع المنحة اللي قدمت لي إياها. طبعا أنا اخترت مساق أساسيات السلام الدولية، إيماني في هذه القضية جدا. تعلمت في هذا المساق مواثيق السلام الدولية، وأيضا من المنظمات التي تتبنى قضية السلام كان المساق الإلكتروني ما بنبذل جهد وقت فيه. أيضا بشكر الدكتورة هناء شلول، كانت جدا رائعة، كانت تأخذ ملاحظاتنا في بعين الاعتبار. رسالتي الأخيرة للعالم في ظل الحروب اللي منعيشها والنزاعات، إنه بحاجة كثير للسلام
وفي نهاية الحديث بحكي من زرع سلام حصد محبة. دمتم بخير وسلام. مساء الخير عليكم، أنا اسمي علاء فاروق، إعلامي من مصر. طبعا استفدت جدا جدا من الدورة، أنا حضرت مع المؤسسة للسلام، حضرت معهم دورة تدريب المدربين 2OT، واستفدت جدا جدا من بساطة المادة وعمق الطرح. يعني كان مهم جدا جدا ان انت تشوف مادة سهلة وبسيطة، ومع مع هذه البساطة ايضا في عمق في الطرح نفسه. يعني كان ممكن اصلا المادة ما تاخدش وقت كتير مننا فعلا، لكن هي كانت بتفتح حاجات كتير جدا جدا عندنا. واهم هذه الحاجات ان انت بتخليك تبحث، ودي اهم حاجة في موضوع التدريب، ان انت بتبحث على كل ما هو جديد. وبعدين التوجيه كمان جدا من السادة المشرفين على الصفحة وعلى المؤسسة كان بتواصل دائم جدا جدا. ودي اهم حاجة كمان عجبتني في المنحة، ان هي الادمن بتاع الصفحة وبتاع الموجود معانا كان بيسرع جدا جدا في الاجابة والتوضيح لكل سؤال. واخص بالشكر الدكتورة هناء الشلول، يعني هي كانت بصراحة متواصلة يعني، وكنا بنرهقها جدا جدا في موضوع التواصل، لكن هي كانت بتستوعب كل الاسئلة بتاعتنا حتى ولو في اسئلة ساذجة يعني، وكانت تقبل كل هذه الأسئلة وكانت بترد عليها بكل أريحية يعني. أنا بشكر جدا جدا مؤسسة السلام من أجل البشرية، وأتمنى لها التوفيق في كل شيء مستقبلي، وإن شاء الله حريص جدا على الحضور معهم دورات تانية في كل المجالات اللي هي ممكن تخدم، سواء مجال الإعلامي أو مجال التدريب اللي أنا بساهم فيه وبدرب فيه في مصر. أشكركم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا السيدة طراد هدى، خريجة ماجستير علم الاجتماع بدولة الجزائر. قبل كل شيء أريد أن أقدر مجهوداتكم في مساعدة العديد من الناس في هذا المجال والتي أفادتهم في تحصيلهم العلمي. أنا شخصيا غيرت منظوري لأشياء عديدة. على سبيل المثال، لم أكن أعلم أن هناك هذا الكم الهائل من الناس المهتمين بنشر السلام. أنا سيدة لديها الكثير من المشاغل، فالتعليم عن بعد كان الوسيلة المثالية لأجد الوقت المناسب للدراسة والتجربة التي أعادت إلي حب تحصيل العلم. هذه المنحة ساعدت في تحقيق رابط بين الأشخاص في مجالات مختلفة، وولدت مناقشات التي بدورها ساهمت في خلق أفكار جديدة لنشر السلام في العالم، وهذا ليس مستحيلا طبعا. في الأخير أريد أن أتقدم بشكر خاص للدكتورة هناء الشلول التي بادرت بفكرة منح الفرص من أجل تعميم السلام في الوطن العربي والعالم. دمتم بألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الصحفي أيمن العمري من الأردن، وأنا مشترك في منح مؤسسة البشرية من أجل السلام كندا. أتوجه بالشكر الجزيل لهذه المؤسسة على جهودها الرائعة في توصيل وإيصال فكرة السلام الدولي لكافة أنحاء الدول العربية وأنحاء العالم عموما. وأتوجه أيضا بالشكر الجزيل للدكتورة هناء شلول على جهودها في إيصال الأفكار لنا بطرق ميسرة وسهلة ومبسطة لتعم الفائدة للجميع. أنا مشترك في مساق أساسيات ومفاهيم السلام الدولي. تحدث المساق عن العديد من الأمور المهمة، تحدث عن دور الأمم المتحدة، تحدث عن نشأتها، تحدث عن دور مجلس الأمن الدولي، تحدث عن كيفية منع الحروب بين الشعوب، وكيفية نزع فتيل الأزمات التي قد تحدث في أي منطقة في العالم، ودور قوات حفظ السلام الدولية ودور مجلس الأمن الدولي في الوقاية من تلك الحروب. وكل الشكر مرة أخرى لمؤسسة البشرية من أجل السلام. وأنا من هنا أنصح أي شخص يريد أن يشترك بهذه المنحة أن يلتحق بمساق أساسيات ومفاهيم السلام الدولي، لما فيه من فائدة كبيرة جدا تخص الجميع وتخص السلام الدولي. وخصوصا أن مشكلة السلام هي أصبحت من المشاكل التي تواجه معظم دول العالم. وكل الشكر لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم أقدم باقي الشكر وتقدير وإجلال وعرفان لهذه المؤسسة الرائدة المتميزة، مؤسسة منحة السلام الدولي، على ما قدمت من دورات متميزة وفريدة من نوعها في خدمة السلام الدولي وفي خدمة حقوق المرأة والطفل وفي خدمة إعداد المدربين. فشكرا جزيلا لكم على هذه الدورات التي قدمت، وشكرا جزيلا على كل الجهود المبذولة، وكذلك شكر خاص لهذه الدكتورة الرائعة المتميزة الدكتورة هناء الشلول على كل ما بذلت وقدمت، على ردها للاستفسارات وعلى
يعني تبسيطها لكثير من الإشكالات لدى المتدربين والمشاركين. فشكرا جزيلا لكم، ونتمنى من هذه المؤسسة الرائدة المتميزة أن تكون لها منصة علمية طوال العام يشارك فيها كل أطياف المجتمع، ويشارك فيها الذي لديه شغف في معرفته لهذه المواد المقدمة. فشكرا جزيلا لكم، أخوكم ومحبكم صالح القرعاني من مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مهتم وطالب في قسم الأنظمة في جامعة الإمام وقائد كشفي، ومهتم في تقديم خدمة الأعمال التطوعية والتربوية في المجتمع. شكرا جزيلا لكم. مرحبا، أنا اسمي سلام عبد الحميد، فلسطيني من سوريا، عمري 23 سنة. طبعا اسمي سلام وصفاتي هي من اسمي، سخر جزء كتير كبير من حياتي حتى أقدر أنشر مفاهيم وأفكار السلام بكل مكان، لعله نقدر نعيش بحياة آمنة وسلام بكل دول العالم. بالحقيقة لقيت بمؤسسة البشرية من أجل السلام بكندا فرصة أني أفوت على هاي المؤسسة وأحصل على منحة لأني أتعرف أكثر على أساسيات السلام الدولي. الدكتورة هناء مشكورة هي وجميع الكادر الموجود بهاي المؤسسة، هن قدروا يساعدونا كثير حتى نقدر نفهم كثير عن أساسيات السلام. أنا بتمنى أنه نقدر نوصل صوتنا ونكون سفراء سلام ليعم السلام بكل مكان وبكل دول العالم ولكل الأشخاص ولكل الناس. شكرا كثير لكم. مرحبا، أنا يسرى سعد من لبنان، أنا بشتغل بمجال حماية الطفل منذ العام 2005، متطوعة بمجال التدريب منذ العام 2009. لما اجت المنحة كنت عبور بظرف عائلي صعب وخسارة الوالد، فكانت المنحة عطتني بهيدي الفترة الدافع والحافز تكون أنا عم تخطى هذا الظرف، بنفس الوقت شجعتني تأرجع أخوض مجال العلم من أول وجديد مع العلم، إنه العلم ما بيوقف بكل مسار حياتنا. اللي حبيته بهيدي المنحة إنه وثقت لي الخبرة العملية اللي أنا عندي إياها، لأنه خبرتي بمجال التدريب أو بمجال التدريب منذ العام 2009 هي مجرد متطوعة بدرب شباب ومنظمات وكل الأشخاص اللي هن بحاجة لتدريب بهيدا المجال. فوثقت لي الخبرة العملية اللي أنا عندي إياها بمفاهيم و معلومات جديدة. واللي حبيته أكثر بعيد المنحة أنه كانت معلومات متطورة، معلومات حديثة واكبة العصر اللي نحن فيه. كمان بدي أشكر دكتور هناء لأنه قدرت تكون عم تعمل، قدرت تكون صلة الوصل أو الجسر ما بين أكثر من 2000 طالب بالمجتمع العربي، تقدر تكون عم تمنحهم هذه الفرصة تيتطوروا ويزيدوا من ثقافتهم. على أول أنه مزيد من التقدم والنجاح للمؤسسة البشرية من أجل السلام كندا، ويكون نحن لنا فرصة جديدة تنقدر نكون عم نتواصل نحن وياكم، وتنقدر نكون عم نستفيد من فرصكم ومن النجاح اللي أنتم عم تحصدوا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أهل السلام، لكم سلام من قلب السلام، لكم سلام تحيا به السلام، لكم سلام سلام بألف سلام. الاسم حسن عبد الله أحمد، الدولة تشاد، التجربة كانت رائعة من قبل المؤسسة. أولا نشكر الدكتورة حناء الشلول ونشكر جميع الأعداء، حيث لا مسير لكم على هذا الأمل والمشهود الكبير، حيث استفدنا الكثير والكثير في منع مؤسسة البشرية من أجل السلام، حيث كانت هناك أخطاء شائعة، ولكن بعد مرورنا على شواتي دكتورة حناء الشلول على مختلف المساخات الموجودة على هذا التخصصات، والحمد لله على ذلك، نشكر دكتورة حناء الشلول ونشكر جميع الأعداء، وتحيا قلوبكم بألف خير وتحيا نفوسكم بخير. مرحبا، أنا اسمي أحمد الأحمد من سوريا، خريج كلية تربية موسيقية وطالب ماجستير في الإدارة الاستراتيجية ومدرس لمادة الموسيقى للأطفال. تجربتي مع مؤسسة البشرية السلام كندا كانت تجربة كتير مميزة. كل شيء كان فيها جديد ومميز، إن كان التعليم عن بعد، إن كان تواصل مباشر مع الأساتذة. بدي أشكر الدكتورة هناء شلول على منحي هاي الفرصة، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى في مساقات أخرى، وبتمنى التوفيق للجميع وشكرا. بذلك الشاعر من فلسطين من قطاع غزة حصل على
عن مفاهيم العملية التدريبية، أستطيع القول بأن هذه التجربة الآن نحن لدينا اتجاهات على رأسها في قطاع غزة في مجالات العمل الحكومي والأهلي باعتبارها تجربة مميزة ونادرة تعزز المهارات والخبرات وتبني الاتجاهات والقيم لدى المشاركين في مثل هذه المنح. مرحبا، أنا اسمي حكم العمري من الأردن، حاصل على شهادة الصحافة والإعلام، بعمل في مجال التنمية البشرية. بالبداية أنا مسرور جدا أن تم اختيار هذه المنحة، وبالأخص مساق الصحافة وحرية التعبير يلي أضاف لي معلومات جديدة ومتنوعة. وبشكر مؤسسة البشرية من أجل السلام كندا، وبالأخص الدكتورة هناء شلول يلي كانت متعاونة معنا في مجال التعليم عن بعد بشكل سلس. وبتمنى يا رب يعم السلام في جميع دول العالم. تحياتي. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم طارق عبد السلام مطبق، مدرب تنمية بشرية ومعلم تربية رياضية وقائد كشفي بكشافة البحرية المصرية. عملت في مجال التدريب من عام 2010 حتى الآن. اشتركت في عدة منح كمدرب أو كمتدرب، لكن منحة السلام التي اشتركت فيها مع الدكتورة هناء كانت منحة مميزة، فهي تختلف عن باقي المنح الإلكترونية، أي تجمع ما بين الوقت المتاح للجميع وبين المواعيد المحددة للامتحان والمشاركة الجدية، فهي منحة وتجربة مميزة جدا لي وأعتز بها. لذا أتوجه بالشكر والتقدير للدكتورة هناء على تقديمها لنا هذه المنحة المميزة، وشكرا جزيلا. إيما أنا يا الاسم ديالي عبد الغفي قاسمي، من كنت أنتمي إلى بلد المغرب. بالنسبة إلى التكوين الجامعي الذي حظيت به هو القانون العام، الآن أحضر أطروحة للدكتوراه في السياسات العمومية. بالنسبة إلى هذه التجربة التي قمت بها مع مؤسسة البشرية من أجل السلام، هي تجربة جد رائعة، استفدت من خلالها من معارف جديدة، ثم من أصدقاء جدد من مختلف بلدان العربية الشقيقة، ثم ايضا يعني استفدت، يعني كان هناك تشويق في كل في خلال الاسبوع. اما بالنسبه الى يعني المساقات فقد كانت جد مهمه ومختلفه المعارف. ايضا في الختام اريد ان اشكر الاستاذه الدكتوره هناء الشلول على سعه صدرها وعلى الصبر الذي تعاملنا به كل مرة، وأيضا فهذه التجربة ستمكننا من أن نكون سفراء للسلام، يعني للحفاظ على حقوق البشرية. وفي الختام أود أن أشكر كل الساهرين على هذه المنح من مساعدين للدكتور هناء الشلول، وأريد في الختام أن أشكر كل زميل وكل زميلة في هذه المنحة، وشكرا. منح مؤسسة السلام من أجل البشرية كندا، لكم مني سلام كبير حيث أنا من تونس، فاطمة بلغيث معتوك باحثة مرحلة دكتوراه اختصاص نظرية الفن. في الحقيقة المنصة الإلكترونية مؤسسة السلام من أجل البشرية كندا كانت لي بمثابة التجربة الثانية هذه السنة في التعلم عن بعد، ولعل الذي يميزها عن التي سبقتها كونها تعطي أهمية للجهود الفردية. في الحقيقة هذه المنصة رغم صغر سنها الذي لم يتجاوز الشهر إلا أنها كانت غنية، وكانت لي أيضا بمثابة الخط أو هي الخيط الثقافي الرفيع الذي ربطني وجمعني هذه المرة بمفاهيم دولية من خلال كتابة التقارير الدولية. شكرا لكافة المشرفين على هذه المنصة، وشكر خاص للدكتورة هنا محمد خلف الشلول المدرب الدولي المعتمد للسلام بكندا.
شكرا أيضا للمؤسسة البديلة، مؤسسة منصات التعليم الإلكتروني عن بعد. من سوريا، خريج كلية تربية موسيقية وطالب ماجستير في الإدارة الاستراتيجية ومدرس لمادة الموسيقى للأطفال. تجربتي مع مؤسسة البشرية للسلام كندا كانت تجربة كتير مميزة. كل شيء كان فيها جديد ومميز، إن كان التعليم عن بعد، إن كان تواصل مباشر مع الأساتذة. بدي أشكر دكتورة هناء شلول على منحي هاي الفرصة، وإن شاء الله لنا لقاءات أخرى في مساقات أخرى، وبتمنى التوفيق للجميع وشكرا. Hello, my name is Hussein Hoshan. I'm from Syria. I'm a asylum seeker in Jordan. I have been working at NGOs since 3 years. I benefited greatly from this course that helped me in my job because I am working in the training field. I'm so lucky for being enrolled in the Humans for Peace Institution Scholarship in this course, DOT Training of Trainer. The method of teaching was great. Finally, I would like to thank Dr. Hana Shalul and each one contributed in this scholarship. My wishes are peace prevails all over the world and to be an ambassador of peace. Thank you so much.